أوديولابي، شارك المعرفة. يعتقد معظم الناس أن مستقبلهم المهني يعتمد على الكد في العمل بأقصى قدر والتطوير من الذات وإرضاء رؤسائهم في العمل، لكن الحقيقة تجافي ذلك تماما. فما تمارسه من أنشطة في الساعات التالية لدوام العمل هو العامل الرئيسي في تحديد مستقبلك. وإذا وجدت أنك لا تراوح مكانك في الحياة، فاعلم أن العيب فيك وليس في الشركة. إليك خمسة أمور إن التزمت بها نجحت في حياتك المهنية. أولاً، ما تفعله كل ليلة له أهمية. يقول كاتب المقال إنه على الرغم من تخصصه في مجال التسويق، إلا أنه يعمل كمصمم بعد أن قضى ساعات طويلة يتعلم، والآن أصبح رئيسا على فريق من المصممين وعاد إلى مهنته الأصلية. يقول إنه كان يبدأ تعلم بعد أن يخلد الجميع إلى النوم، ويؤكد أن مهارات الدوام لا تحقق أي تقدم على المستوى المهني، فتعليم الذاتي هو سلاحك لتحقيق التقدم. ويحكي الكاتب قصة صديق له تخرج من قسم العلوم السياسية، لكنه شغوف بريادة الأعمال، فتعلم الكثير في هذا المجال ثم أنشأ شركته وقام ببيعها. ثانياً، اقرأ. بالقراءة تزداد المعرفة. يحكي كاتب المقال قصة مدرس له في الجامعة من أسرة أمريكية إفريقية فقيرة. كان أول من التحق بالجامعة من بين أفراد أسرته، ثم تدرج في المناصب وحصل على ماجستير إدارة الأعمال. وحين سأله عن أكبر نجاحاته رد قائلا: القراءة. إن القراءة تمنحك المعرفة والحكمة التي سيفتقر إليها الآخرون، وبهذا الشكل يمكنك أن تعين شركتك وتخلق لها فرصا جديدة، وستصبح محط الأنظار بين زملائك. لست مضطرا لقضاء وقت طويل في القراءة، فنصف ساعة في اليوم تكفي لإنهاء كتاب في الأسبوع. ثالثا، أنجز بعض المشروعات. لا تكتفي بالقراءة فحسب، بل قم بتطبيق ما تعلمته على أرض الواقع، فتطبيق العملي سيعرفك على الكيفية التي تسير بها الأمور. وحاول أن تعتاد على العمل ضمن فريق، اطلب رأي المختصين في أدائك، وتعلم الالتزام بالمواعيد. ربما لا تمثل التجارب أي شيء بالنسبة لك في البداية، لكن مع مرور الوقت ستكتسب الخبرة. رابعاً، تواصل مع من حولك. يتعين عليك أن تخصص جانباً من وقتك للتواصل مع الآخرين، فوجود شبكة من العلاقات يسهل عليك الكثير من الأمور، كما أنه يساعد على اكتساب المعلومات والمعرفة ومعرفة رأي من تهتم لهم في شركتك، وهذا يساعد أيضاً على فتح آفاق جديدة لشركتك ويزيد من إيراداتها. توفر العلاقات بالنسبة لرائد الأعمال عملاء مبكرين، ويتعين عليك الاندماج مع الجماعات التي لها صلة بمجال عملك. خامساً، ابدأ بتغيير حياتك الآن. إن أمامك وقتاً طويلاً لفعل ما تريد بعد الدوام وحتى منتصف الليل. استغل هذا الوقت أو شطراً منه على الأقل في عمل ما يجعلك أذكى، وابني علاقاتك مع الآخرين. بدءاً من الليلة، أمضي ساعة واحدة فقط، وخلال عام ستلاحظ الفرق على حياتك. في هذا السياق ننصحكم بقراءة كتاب غير حياتك في 30 يوماً للكاتب والمحاضر العالمي إبراهيم الفقي. تجدون رابط شراء هذا الكتاب في مربع الوصف أسفل الفيديو.